مواليد تيزي وزو في 15 ماي 1950، تعلق بالقفاز متشبعا بقيم رجال الثورة، فحمل الوطن في قلبه وعلى كاهله أينما حل وارتحل. شارك في الألعاب الأولمبية الصيفية دورة ميونخ 72 بمشاركة متميزة أرسل من خلالها إشارات ملاكم قوي وواعد، ليتوج بعدها بطلا للألعاب الإفريقية بلاغوس النيجيرية سنة 1973، مهديا للجزائر إحدى ذهبياتها الأربع في تلك الدورة. كما مثل المنتخب الوطني والعلم في الكثير من الدورات والبطولات والمنازلات التي شهدت نجاحاته، ليبصم على مشوار مشرف لملاكم صنع أفراح الجزائريين بحب وإخلاص. نصيف حماني عانى من أزمة صحية هزمته في جولتها الأخيرة.